أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا؟ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أي جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتصبحوا على ما فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الكفر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أن ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنشئون أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا فلولا تفكرون فلولا تذكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سأل سائل بعذاب واقع بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنه يرونه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تؤويه ومن